وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت استعراض نتائج القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية. كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره لدعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023. كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ من نتائج مهمة، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية، لا سيما في الدول النامية التي تعاني فيها البنية التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية. وقد قدمت بالشكر لدولة رئيس الوزراء على دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023، وأكدت له أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دفع المحادثات في الاتجاه البناء سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب، وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواجهة أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء وشح التمويل من أجل التنمية وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية. فتلك قضايا نضعها على رأس أولوياتنا سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية.